إثر معارك استمرت نحو شهر، بسط الجيش السوري وحلفاؤه سيطرتهم على منطقة الراموسة ومجمع الكليات والتلال المجاورة جنوبي مدينة حلب، وطرد مسلحي المعارضة من بعض المناطق الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي بما فيها معمل الغاز والدباغات والمسلخ ومبنى البريد ومنطقة الحاجز العسكري. وفيما أقرت تنسيقيات المسلحين بهزيمتها، باشر الجيش السوري عملياته لتمشيط حي الراموسة الملاصق للكليات العسكرية والمدرسة الفنية الجوية، تمهيدا للسيطرة على الطرق المحاذية للحي الذي يعد مدخل حلب الجنوبي، والتقدم صوب الكراجات والبلدية شمالا باتجاه حي العامرية آخر الأحياء الشرقية التي تحاصرها المجموعات المسلحة، محاولة التمترس عند خطوط التماس في العامرية على الرغم من استهداف الجيش السوري لها بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على هذا الحي الاستراتيجي. وبالسيطرة على الراموسة يستعيد الجيش السوري السيطرة على طريق الإمدادات القديم إلى الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرته، ليضاف إلى طريق الكاستيلو شمالا. بالتزامن أحكم الجيش السوري حصاره للأحياء الشرقية لمدينة حلب في شمالي البلاد حيث يعيش 250 ألف شخص، ويستهدف تجمعات المسلحين على الجبهة الشمالية لمدينة حلب وخصوصا مناطق حيان وحريتان وعندنان وحرش الليرمون. وفي إطار تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق دارية، جرى إخراج نحو 150 مدنيا من أصل 180 من مدينة المعظمية في الغوطة الغربية لدمشق باتجاه مراكز الإقامة المؤقتة في بلدة الحرجلة في ريف دمشق الجنوبي. الله يأمننا بأوطاننا ويرجعنا لبلدنا ويتمنى الخير للجميع. في عراقيل عم لجنة المصالحة بشكل دؤوب وبتوجيهات من جهة الرأي لموضوع المصالحة بمكرمة من السيد الرئيس باستثمار العفو اللي أصدره عن كافة المسلحين لتسوية الأوضاع، عم ينشغل بموضوع أنه التسوية وليس الخروج. أما المسلحون من أهالي المدينة فلم يجري إخراجهم بعد وأرجل النظر في وضعهم.